السلام عليكم الخوت الأصدقاء، مرحبا بكم في كانتي ديال مارسيليا فيفو، مارسي فيفو، لا ديستانس 2650، كورس اف، كورس اف غدا 15 عود كورد اغوش. المهم اخوتي كاينين خمسة الخيل في التوزيام بوطو، خمسة الخيل، خمسة ديال الخيول ضروري غادي تخسر فيهم شي بعض الخيول اللي قدروا يخسروا فيهم 11 12 13 14 15 وتنظن هما اللي مرشحين الكروني ميرو هما اللي مرشحين 12 وال 11 وال 14 وال 13 وال 15 ثلاثة خمسة ديال الخيول عندهم الرونداج ولكن غالبا غيوقع الديسكاليفيكاسيون في هاد لاكورس. احسن عود في لي فافوري هو كوي شاديم 14 العود اللي كان مشى فيري دير ديسكاليفي ساتيام دوزيام ساتيام ويتيام عود ولا فافوري من بعد ما مشى طوكار ودار ويتيام اخر كورسه فيري نفس الديغان شهر 11 يوم 4 كان مشى ب 44 وكان مشى في البروميير بوطو مشى ب 44 في البروميير بوطو يعني مشى طوكار ومشى في البروميير بوطو غدا غادي فافوري في التوزيام بوطو. الكورس بي كما كتشوفوا كورس بي يعني كاتيجوري كانت عالية له بزاف وكان فيري لو كان ديفيري هاد العود في هاد الكورسة هادي انا متأكد منه كان يبلاصي ولكن مشى فيري ومشى في كورس بي غدا كورس اف هدا تنظن ان الكاتورز هو الصحيح في هاد الكاتيجوري هادي ديال اونز دوز كاتورز جالاكسي جالمات هاد العود يقدر اخوتي الديسكاليفا وما هو الرقم 12 مي غتبقى مرشحة انا غادي ناخد الكاتورز نقدر نبازي بالكاتورز جون تيلمان دوفر عاود ركب عليه ستيفانو ديال جون ماري روبو زيرو ويتيام ديسكاليفي ديسكاليفي دوزيام دوزيام اخر كورسة ديالو دوزيام في ليون في 21000 اورو دقيقة 18 هو تيدير مارسي بوريلي ديال 3000 مارسي فيفو غانيو انسيس في 19000 اورو كان مشى في الرونداج وكان دار معاه العشرة او السبعة غاستون دو سوزي كاتريام بلاس كما كتشوف الاخوان كان هو بوحدو مروندي وما تبقى كانوا الخيو اللي كانت في الرونداج كاع خسرت كانوا اربعة ديال الخيول في الرونداج جا واحد دوز عندو غانيو في التيران وكان جاري معاه السبعة المهم الرونداج غيكون فيهم شوية ديال المهم على كل حال غادي ناخدو ديك دوز كاتورز من هنايا وغادي ناخدو الكنز كنز عاود تيدير ان كنز في الكرونو ديالو غادي ناخدو اخر كورسة في الصالون دو بروفانس درواتي عندو المارساي دي في ان كنز كان دار طروازيام في الرونديش مشى في لاكورس اف نفس كورس اف ديال غدا هاد العود يقدر يبان يقدر يبان بما انه في الرونداج يقدر يبان المهم حنا الخيول ديالنا في الرونداج غادي ناخدو الدوز والكاتورز والكنز
انا يانيك انا بريو هاد السكر بالضبط لا ثقة فيه، لا ثقة فيه، كاتريام سيزيام تروازيام ويتيام ليسكالي في سانكيام، تيدير المارسي بوري لي في لوطوستار و 3000 مارسي فيفو في شهر واحد. كندير نو بلاصي، كندير نو بلاصي في الكاز. المهم على كل حالة العود ما غندخلوش في البرونوستيك. زينة ثلاثة ديال الخيول في الدوزيام بوطو، زينة الكاتورز والكنز والدوز. غادي نمشيو اخوتي عند الرقم سبعة الإيكوري ديال العشرة، مبجوج تيترين دي بيون، تيترين دي بيون كالياغ، شي واحد فيهم غادي يقدر يجي. واش العشرة واش السبعة؟ غادي نزيدو واحد العود رقم تمنية كواي باجولوري ديال جون بول جوفان، عود في الاوتسايدر، وغادي ناخدو عود في المستوى، عود مديفيري كاتر بي، عود حتى شحال هادي مديفيري كاتر بي، تقريبا اخر كورسة كان مديفيري فيها في الفيشي، في الفيشي كان مديفيري، كان مديفيري جوج ديال الخطرات في 2021. دابا ارجع له الديفيراج، غادي ناخذ هاد العود. المهم اللي شوفوا ديالنا خدينا السبعة والثمانية والعشرة والاثناش والاربعتاش والخمسطاش، تنظن ستة ديال الخيول واقيلا هنايا، السبعة والثمانية والعشرة والاثناش والاربعتاش والخمسطاش. غادي نمشيو نشوفو هاد العود ديال الانش، غادي يمشي اوتسايدر، تا هو مديفيري كاتر بي، لوريجين ديال البروديغيوس، عود ديال بريد امريك، خيول ديال ديبوا بروديغيوس. نشوفو هاد العود واش في المستوى ولا عود. كان تيمشي فيري فيري غانسور مير ساتيام، غانسور مير اونزيام، ديسكالي في فل فيريز ليون بوري اللي ديسكاليفي. مهم هاد العود اول خطره غيدير التيغان اول مره، وعود ترواتي اكثر من هو غوشي، يعني لا غوش ما عندوش بزاف، غادي يمشي اوتسايدر كما كتشوفوا، عود تيدير لا درواتي بزاف. دابا عندو لا غوش، عندو هاد لاكوش دار فيها سات ايام لي فيري كاتر بي، نيكولا انش. المهم هاد العود ما غاديش ناخدو في البرونوستيك، ناخد الخيول، ناخد رقم واحد جولدن سنوب. هاد العود غيمشي اوتسايدر، عود ستة هو كيدير لي تيغان ديال لاكوش، ستيام دوزيام نافيام سانكيام ويتيام ديسكاليفي انسير جي دي. مهم اخر كورسة في ليون كان دار ديسكاليفي مديفيري البوستيريور، اخر كورسة كان مديفيري كاتر بي، كان دار دوزيام في الديفون في نفس لا ديستانس اللي غادا غدا، كان دار دوزيام. غادي ناخدو هاد الواحد، المارسي ديالو هي هادي، المارسي ديالو كان دار دوزيام بلاس، كان دار دوزيام بلاس فافوري مع غراس دي كوكو الرقم خمسة، كانو بجوج مشاو فافوريين، وكان مشى هاد العود اس، كان مشى في دوزيام بوطو، كان دار سانكيام بلاس. نقدروا ناخدو هادو بثلاثة الإخوان، كراس دودو و جولدن أس، غادي نشوفوهم و ناخدوهم. مارسي عفوا رينيو كات في المارسي كورسة دوزيامة،
جولدن سنوب وغارفالا اس، ولكن هاد العود غادي فيري وغراس دودو هو الخمسة. المهم خدينا ناخدو واحد خمسة، واحد خمسة طروا اولا الكات ديليسي، كاين ربعة ديال الخيول في الديليسي، ثلاثة جوج ستة ربعة، ثلاثة جوج ستة ربعة. نحاولو نشوفو الاخوان شكون هو العود اللي عندو الشونجمون دو لونترينور. سيس اونز من ماتيو فيرفا لانطوني ميل دي بليد. ديليسي العود كاين اخوتي في الديليسي، والكنز والدوز والكات والان والسانك. بلي رابيد في الباركور ديرنيير سوكسي دوز. المهم اخوتي هاد الخيول اللي كتكون عندها الشونجمون دو لونترينور خاصة السيس، هدا ديليسي سيزيام زيرو ديسكاليفي ديسكاليفي نافيام ديسكاليفي. هاد العود اللي سرح ليهم فيت اتونسيون من هاد العود، فيت اتونسيون خوتي من هاد العود. هاد العود الى ما ديسكاليفيش على ريفي، عود ديال باري فانسن، عود مهم. هاد العود كيما كنشوفو ماتيو فيرفا تروازيام 48 في باري فانسن، فيت اتونسيو خوتي من هاد السيس. المهم اخوتي الخيول ديالنا خدينا جوج من هنايا، لكم اختيار اخوتي. انا خديت كالطورس دوز، خديت هنايا السبعة والعشرة والخمسطاش، وخديت هنايا الواحد والتمنية والخمسة، تمنية ديال الخير. ولكن اتونسيو من الرقم ستة، فيت اتونسيو من هذا الرقم ستة، لما ديسكاليفاش يقدر يضرب في البونيس طروا. تحياتي لكم الخوت، ومع السلامة، فيديو قادم إن شاء الله.